قبل أن تباشر التحقيق مع الرئيس السابق محمد العبد العزيز، الشرطة تستدعي ابنته وصهره على خلفية تهم الفساد، تهم يقول خصومه إنه أراد صرف الأنظار عنها بمحاولة العودة مجددا إلى المشهد السياسي. أعتقد أن هذا الحراك سيسرع من الإجراءات القضائية التي بدأت بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية ضمن صراع إرادات بين من يريد أن يكون عنوان المرحلة هو محاربة الفساد، ومن يريدها أن تكون أزمة سياسية بين الطرفين. الحزب الذي أراده الرئيس السابق واجهة سياسية له أزال الأمن واجهته وحاصره من كل اتجاه. نحن نندد بهذه المضايقات التي أقدم عليها هذا النظام. ثانيا، الزعيم محمد العبد العزيز الرئيس السابق لموريتانيا المؤسس له الحق في أن يمارس السياسة كمواطن عادي موريتاني. هنا تمت صفقة التنازل عن الحزب للرئيس السابق وجماعته على نحو غير قانوني بحسب السلطات. صادر الأمن أجهزة هذا المكتب وتم توقيف صاحبه. لم يخفي الرئيس السابق محمد العبد العزيز الحنين إلى كرسي الرئاسة الذي تربع عليه 10 أعوام. بعد تنحيه أعلن التمسك بالحزب الحاكم وحاول منافسة الرئيس محمد للشيخ الغزواني على زعامة حزب الاتحاد. يحاول الرئيس السابق محمد العبد العزيز نقل المعركة من قضائية إلى سياسية. ترد السلطات ولو بشكل ضمني أن لا مجال هنا للسياسة، وبأن عليه أن يبرئ ساحته أولا من تهم الفساد. محمد عبد الله ممي، العربي، نواكشوط.